أريد أسأل منه علي غلام، يمكن خلف الكواليس نقدر نتحدث بتفاصيل أوسع، لكن المشاهد يسأل منه علي غلام، منو هالغلام اللي يخوف الناس؟ منو هالغلام اللي السيد يجي باسمه ما حد يقدر يوصل اللي له؟ منو هالغلام اللي محمد وراء واجهة سياسية، اللي أعطى لبعض المصارف اللي هي يعني أكو مصرف تابع لجهة سياسية حمته كان تحت الصفر، يعني كان البنك ماخذ عليه اجراءات وصايه غذى اموال من يعني علي غلام غذى اموال ورفع التقييم مالته، واكثر من مصرف عائد لاحزاب سياسيه. هذا الاتفاق ايش قد ياخذ هو من مزاد العمله؟ ايش قد يستحصل؟ اكثر من كل البنوك، يغذي بها البنوك الواقعه اللي تابعه لجهات سياسيه.